والقيادة الرشيدة. أهلاً بجلالتكم في المحرق التي تهتف بلسان عربي مبين. أيقظت للبحرين تاريخاً طويلاً، تبدو المحرق فوقه قنديلاً. إن المحرق أسس تاريخها مذ كان عاصمة الخليفة الأولى. فأهلا بكم يا جلالة الملك في عاصمتكم الأولى، أهلا بكم وأنتم تولون هذه المدينة المخلصة العريقة الأصيلة. اهتماماتكم متمثلة في هذه المشاريع الكبرى التي تقام فوق جزيرة المحرق، تأكيداً لرعايتكم لشعبكم الوفي الذي لا يساوم على الولاء لكم ولا يراوق في تقديره لمنجزاتكم. إن المحرقة تبادلكم حباً بحب، وتكن لجلالتكم الولاء كما تكن الصدفة اللؤلؤة في أعماق أعماقها. أهلاً بجلالتكم في مدينة المحرق، وهي تتغنى صباح مساء بمشروع جلالتكم الحضاري الإصلاحي، وتتقدم إلى مقامكم بالتأييد المطلق للميثاق وللدستور ولكل مسيرة الإصلاح التي تبنيتموها منذ أول يوم وليتم فيه مقاليد الحكم. إن أهل المحرق يثقون ثقة لا حدود لها بأن جلالتكم وحكومتكم الرشيدة تعلمون أن ولاء المحرق لكم وللقيادة الرشيدة لا تشوبه شائبة، ولن تنالوا منه تلك المنعطفات والريب التي تثار هنا وهناك بين الفينة والفينة. فولاء المحرق ليس ولاء موسميا، إنه ثابت لا تنال منه الأيام والليالي. باسم المواطنين عامة وأهل المحرق خاصة، نرفع لجلالتكم وحكومتكم الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد الأمين خالص الشكر والعرفان لهذا الصرح الحضاري العظيم الذي يتشرف بحمل اسم جلالة الملك. فشكرا لكم، وشكرا لقوة دفاع البحرين التي تحمل على عاتقها إدارة هذه المؤسسة الراقية المكرسة لخدمة المواطنين ورعايتهم في الأذهان والأبدان، وهي جديرة بذلك. جلالة الملك، تقف اللغة أحياناً دون التعبير عن مكنونات النفوس من الحب والولاء لجلالتكم ولعهدكم الرشيد. إن المحرق بالإخلاص تهديك شكراً عميقاً لما فاضت أياديك عهداً صادقاً يا جلالة الملك، أن نكون الأوفياء لجلالتكم ولمشروعكم ولتطلعاتكم من أجل بحرين المستقبل عزيزة أبية خليفية، من أجل رفاه هذا الشعب والوقوف تحت قيادة جلالتكم في وجه الطامعين والعابثين. حفظ الله جلالتكم وحفظ الله مملكة البحرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتقديم هدية تذكارية إلى جلالتكم حفظكم الله.
كما يتشرف سيدي معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بتقديم هدية تذكارية إلى سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. ثم تفضل صاحب الجلالة الملك المفدى بافتتاح مستشفى الملك حمد الجامعي وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية. بعدها تشرف أعضاء الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا بالسلام على صاحب الجلالة حفظه الله. قام جلالته بجولة في بعض أقسام المستشفى، حيث قدم رؤساء الأقسام شرحا موجزا عن المهام والخدمات العلاجية والتشخيصية لكل قسم. بعدها التقى جلالته بمجموعة من الأطباء الاستشاريين، كما تشرف أعضاء الفريق التنفيذي لقوة دفاع البحرين الذي تم تكليفه بتشغيل المستشفى بالسلام على صاحب الجلالة. وتفضل جلالة العاهل المفدى بتسجيل كلمة في سجل كبار الزوار، هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لمن دواعي سرورنا أن نسجل هنا أطيب التحية لجميع منتسبي قوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها، والذي يتزامن مع الاحتفال بافتتاح مستشفى الملك حمد الجامعي. هذا الصرح الطبي الأكاديمي المميز، والذي يأتي انطلاقا من حرصنا المستمر لتوفير أفضل الخدمات الصحية لجميع المواطنين الكرام، وليقوم هذا المستشفى برسالته الإنسانية الكريمة، مقدرين بكل اعتزاز ما تقوم به قوة دفاع البحرين للنهوض برسالتها السامية. فبالإضافة إلى قيامها بدورها الأساسي المشرف للدفاع عن مكتسبات الوطن وحمايته بكل بسالة، فإنها تساهم في تنميته وتقديم أرقى الخدمات الإنسانية للمواطنين في العديد من المجالات منذ إشراقة ضوئها الأول. وما إدارة قوة الدفاع لهذا المستشفى وإشرافها عليه إلا دليل على ذلك، فلرجالنا البواسل كل التقدير. هذا وكما ويطيب لنا أن نعرب عن اعتزازنا وإعجابنا بهذا الإنجاز الطبي الكبير، شاكرين ومقدرين الجهود المثمرة التي بذلها القائمون عليه، متمنين للعاملين فيه دوام النجاح. والله ولي التوفيق. حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين. وفي ختام الاحتفال صرح جلالته أنه لمن دواعي سرورنا أن نفتح هذا اليوم، نفتتح مستشفى الملك حمد الجامعي التابع لقوة الدفاع، هذا الصرح الطبي الأكاديمي المتميز، ويأتي ذلك تزامنا مع مناسبة من أعز مناسباتنا الوطنية، هي ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين 44. فقوة الدفاع هي موضع فخر لأهل البحرين جميعا، ومحل اعتزازهم وتقديرهم، وإحدى ركائز الوطن الثابتة التي تحمي مكتسباته وتصون أمن مواطنيه. مهنئين جميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاعنا الباسلة بهذه المناسبة العزيزة. وأضاف جلالته: إننا لا نستذكر في هذا اليوم المبارك الجهود الطيبة التي بذلها أبناء هذا الوطن المخلصون الأوفياء في تأسيس هذه القوة والإسهام الفعال في بنائها، ليظل هذا الوطن العزيز وطنا حرا قويا متقدما في مختلف المجالات. معربا جلالته عن سروره بافتتاح هذا المستشفى لخدمة الأهالي الكرام، مضيفا: إننا في مملكة البحرين نحرص على المضي قدما نحو التطوير المستمر في جميع المجالات، لنواكب سير الحضارة والاستفادة من تجارب العالم المتحضر وخبراته وتقنيته التي يبدعها، وسوف نواصل بإذن الله على هذا النهج القويم، خصوصا في مجال الخدمات الصحية التي تسير ضمن برنامج صحي مدروس يهدف إلى رفع مستوى هذه الخدمات.
لتضاهي مثيلاتها المتطورة عالميا، وعلى هذا الأساس تم تشييد هذا الصرح الوطني ليساهم مع بقية المراكز الصحية الأخرى في تقديم أفضل الخدمات وتنوعها، حيث تبوأت مملكة البحرين مركزها المرموق في المجال الطبي، فلطالما كان لها سبق في المجالات الحضرية المتنوعة. وأوضح جلالته أن الاستعانة ببعض الاستشارات وخبرات وتجارب نخب الأطباء